صعيبه ماشي مباراه سهله، لازمنا نكونفيرميه واللي نحن رانا الاقوى توا، وان شاء الله نفرحوا الجماهير هذوما الكل ونفرحوا مسؤولينا والجزائر الكل. هذه مباراه السيزون تاعنا، نربحوها نكونوا في البلاي اوف، الله لا يقدر نخسروا ونتعداو بلاي اوت. منزل تميم الناس الكل تعرف اللي ما يشتاع بلاي اوت، وعمرنا ما كنا هذه بلاصه منزل تميم في الناسيونال ا، تونس كامله تعرف. انتصار مهم اليوم في حواركم من اجل الصعود للبلاي اوف، يظل انتصار صعيب وبدم. والله كان ما توقع الشيء هذا، معناها تعرف مجيز الباب في السيكل باهي نتاع ربح، والجمعه اللي فاتت ربحت جرمده دونك خذيت البريمير بلاس. ماتش بالنسبه لينا احنا ما عندناش ما نساوموش، لازم نربحوا لي دو ماتش الجايين باش نجموا نترشحوا بلاي اوف. دونك كنا مركزين الحمد لله لاخر ماتش، الاولاد طبقوا لي كونسين، ميم تعدينا بجمعه صعيبه شويه في الكورونا والضرب، الحمد لله كملنا قعدنا ممنين لاخر لحظه بالربح وجابنا ربي في الصواب. بديس يظل لي ما نجمتوش تتعاملوا مع اخر المباراه، كانت مباراه مش في اتجاه واحد لكن ديما كان فريقكم متقدم، في النهايه خسرتوا الفريق نقطه. لا مش صحيح، تعاملنا مع مجريات المباراه الكل بالقدا، وصلنا خذينا فارق 4 اهداف. الحكام الله يهديهم، ما تعملوا كل شيء اليوم، ما مش بس نحكي على الحكام، الحكام اليوم ونداء اللجنة الوطنية للتحكيم باش نجيبوا لهم الفيديو ويحكموا على الحكام هذوما بالذات ويشوفوا، خاطر الحكام هذوما نعرفهم انا في العاده من احسن الحكام اللي موجودين في تونس، من احسن الحكام اللي في تونس، دونك يعرفوا يزفروا مش ما يعرفوش، اما حبوا المباراة تمشي الاثنية واحدة وعملوا اللي حبوا وظلمونا وربي يهديهم. يظل رغم هذا الكل فريق قدم مباراة باهية وضمن الصعود توا إلى حد الآن للبلاي أوف، يعني يظل يخموا في المستقبل أكثر. لا احنا نخموا في المستقبل ونخموا في الحاضر زادة، معناتها أنا عندي ماتش نحب نربحه ونستحق باش نربحه، علاش ما نربحوش؟ علاش ما نربحوش؟ معناتها هما يحسبوا مع الجمعيات الآخرين علاش؟ حاجة أخرى، لجنة التحكيم بالله حكم من نفس الجهة تقريبا راهي تخوف وراهي الله غالب، ما عندناش بروفيسيونيل، احنا ما قلنا شيء وما تكلمناش وما قلنا حتى شيء، أما راهو حقنا هكا تهضم وماتش نتاعنا والبلاصة الأولى نورمالمون نتاعنا تفكت لنا هكاك حرام خاطر اربيتر يلعب بالزفر. انتصار صعيب برشا، الحمد لله يا ربي على كل حال. بون كنا حاضرين جمعه كامله ونعرفوا كل كبيره وصغيره على مجاز الباب، حضرنا كان جمعه صعيبه برشا ونعرفوا اللي لازمنا عندنا دو ماتش لازمنا نكملوهم بانتصار. الحمد لله جاء حتى كشي الاخر قعدنا كونسونتري وجبنا الانتصار الحمد لله. والله قبل كل شيء الحمد لله، ماتش كما شفتوا ما كانش ساهل،
مالغري فيه لعبنا كما نحبوا نحن سورتو سور لو بلان اوفنسيف ما حلفناش الحظ في اخر دقائق من غير ما ندخلوا في الكونتكست نتاع اربيتر وما اربيتر نحن جوارات ما علينا كان نركزوا في التيران الحقيقه نتاع ربي كما قلت انت معنا المباراه كانت صعيبه في الاخر خسرنا دي دويل سورتو في الانترفال اكستيريور من هنا ما علينا كان نزيدوا نخدموا على رواحنا باش نقدم نصلحوا اكثر وان شاء الله بقدر ربي المجاز بخير ان شاء الله نحن لهنا اقوى جمعيه في الجروب هذايا وبرهنا ذايم في الماتشات اللي فاتوا الكل خسرنا ماتش برك كونتر جريمدا والطرحه هذه عندي انا ما خسرناش نحن حقنا نربحوها مع غالب الظروف ما خدمتناش وان شاء الله جاي خير وكام.